رجل اشترى سيارة جديدة وقام يلمع سيارته الجديدة، فخرج ابنه الصغير الذي يبلغ من العمر 6 سنوات فدنا من أبيه وأبوه يلمع السيارة الفارهة، فأخذ الصغير حجرا صغيرا وأحدث خموشا في جانب السيارة. غضب الأب وجاء مغضبا، لو رأى ابنه على معصية ما غضب كهذا الغضب، فغضب وجاء من شدة الغضب فأخذ حديدا كان ملقا على الأرض وأمسك بيد الصبي الصغيرة وجعل يضربها حتى كسر أصابعه، وهو في قمة الغضب ما يشعر ماذا يصنع، والصبي يصرخ وهو لا يسمع صراخه، فتحطمت الأصابع وأغمي على الصغير، فأخذه أبوه وذهب به إلى المستشفى. حاولوا إصلاح ما تبقى، وضعوا عليها بعض الشاش، والأب جالس بجانب ابنه والابن ينظر إلى أبيه ثم يقول: يا أبتاه يا أبتاه، متى تنمو أصابعي؟ متى تنمو أصابعي؟ حزن الأب حزنا شديدا وما استطاع أن يرد على ابنه، فخرج والدموع تسيل على خده وأتى إلى السيارة وجعل يركلها بشدة، ثم اتكى ونظر إلى الخدوش التي أحدثها ذلك الابن الصغير بتلك الفطرة التي فطره الله تعالى عليها، فلما نظر إلى تلك الخدوش ازداد حزنا وأسفا، لأنه وجد تلك الخدوش أن الابن الذي بدأ يكتب بعض الأحرف إذ به نقش: أنا أحبك يا أبي، أنا أحبك يا أبي. انظر لهذه الفطرة في هذا الصغير، ولذلك القلب القاسي من ذلك الأب الذي ما خاف الله تبارك وتعالى، كيف غضب لأجل سيارته، وما يغضب لأجل ربه عندما يرى أهله يقعون في معصية الله، أو عندما أدخل عليهم أجهزة الفساد والإفساد وهو لا يراقبهم.